الراديو 90-90 هواها مصري. هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وكنت بكلم حضراتكم على حركة السوق عامة وحركة التجار. تجارنا بخير ومحترمين، وفي كتير منهم عمل مساعدات، وفي كتير منهم عمل تخفيضات، وفي بعض ضعاف النفوس اللي يعني لو هنتناقش معاهم لازم نتناقش بالضمير، والوقت مش وقته وفي ازمة، بس يعني لو ما تناقشناش نعمل ايه؟ لازم يبقى في دولة. طب في دولة؟ في دولة، في اجهزة رقابية، وفي ناس بتنزل، وفي ناس بتعمل حملات وعاملة ضبط للي يسول له نفسه ان هو ممكن يتجاوز في الاسعار، او يبيع سلع مغشوشة، او يصنع سلع مغشوشة. وده بيتم الصراحة بصورة محترمة جدا من جهاز حماية المستهلك، وتحديدا من سيادة اللواء راضي عبد المعطي. يا سيادة اللواء مساء الفل. مساء النور يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك والساده المستمعين. في البدايه كل سنه وحضرتك طيب، اعياد كتير سواء اخواتنا الاقباط او سواء بحلول شهر رمضان الكريم. كل سنه طيب والشعب المصري بخير وسعاده، ويا رب كده دايما يعني يزيل هذه الغمه وتنجو منها مصر بفضل جهود ابنائها المخلصين، بفضل جهود القياده السياسيه والاستراتيجية اللي بتتبناها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، والإجراءات الغير تقليدية اللي بتستهدف في النهاية المواطن، صحة وسلامة المواطن. يعني أهالينا في كل مكان، إصرار الدولة على هذه الإجراءات هو في النهاية هدف مصلحة المواطن والحفاظ على صحته وسلامته. تمام. لابد من أهالينا في كل محافظات مصر إنه يساعد كل أجهزة الدولة يلتزم بالإجراءات الوقائية، وفي الناحية المقابلة التجار ومقدمي الخدمات عليهم أن يلتزموا بالأمانة، يلتزموا بالوسطية والاعتدال في التعامل مع المواطنين، عدم المغالاة، عدم الجشع. القانون موجود ويطبق بكل قوة. توجيهات الدولة وتوجيهات الدكتور أيسر سوزرا، الضرب بيد من حديد على كل من تسود له نفسه استغلال مثل هذه الإجراءات لتحقيق النفع الخاص دون النظر لمصلحة الوطن أو مصلحة المواطن. سيادة اللواء، كان زمان حماية المستهلك أما يبقى في أي مشكلة عند مواطن ممكن يتواصل تليفونيا أو من خلال الخط الساخن. واضح أن أنت قلبت الصورة، أنت اللي بتنزل دلوقتي تشوف التجار، وأنت اللي بتراقب، وعارف أن في تنسيق محترم جدا تامم كمان مع الرقابة في وزارة التموين ومع مباحث التموين. أنتوا اللي بتنزلوا تشوفوا دلوقتي، وأنت اللي بتراجعوا، مش مستنيين البلاغ يجي لكم. هناك استراتيجية عمل يا فندم، هناك تنسيق تام لمنظومة رقابية، تنسيق تام مع هيئة الرقابة الإدارية والدور العظيم اللي تقوم به. جهاز حماية المستهلك لا يعمل بمفرده، هناك تعاون مع المباحث التموين، مع الرقابة التموينية والتجارية، مع كل أجهزة الدولة. هناك منظومة سيارات الضبطية القضائية المنتشرة في المحافظات وفي الأماكن التجارية. هناك منظومة كاملة لتلقي شكاوي وبلاغات السادة المواطنين على مدار اليوم بشأن أي ممارسات سلبية، وتحرك فوري من فرق العمل اللي موجودة في كافة الأماكن بالتعاون. فريق عمل موجود مشكل من كل الجهات وبيتخذ الإجراءات القانونية الفورية. القانون رقم واحد، قانون حماية المستهلك، قوانين قمع الغش والتدليس، منع الممارسات الاحتكارية، كل القوانين اللي تطبق على كل حالة بيتم تنفيذها. العقوبات رادعة والإجراءات تتم بشكل حاسم، ومن خلال برنامج حضرتك رسالة لكل التجار ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في تقديم السلع، عدم حبس السلع عن التداول، عدم المغالاة، عدم ارتكاب جرائم تشكل غش وتدليس قد تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. معلش يا سيادة اللواء، هو اللي ما بيتلزمش بيحصل إيه؟ يعني إيه الإجراءات؟ ما أنا برضو عايز أعرف الناس إيه اللي هيحصل معاه. العقوبات يا فندم بيتم إحالة الأمر إلى نيابة أمن الدولة العليا، التحفظ على المضبوطات. الإجراءات رادعة، الغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه كل مخالفة، إضافة إلى الحبس. لا يوجد تهاون في أي شيء يؤثر على السوق. هتدفعوه كل اللي كسبه وهيتحبس. تمام. انا فهمت كده تقريبا، يعني اذا لم يقدر قيمه الوطن وقيمه المواطن، صحيح، والجشع والاستغلال هو اللي ساد كل تصرفه. فتاكد ان كل اجهزه الدوله لهم المرصاد، كل المخالفين تحت رقابه كل الاجهزه. مستهدف اجهزه الدوله واستراتيجيتها،
المواطن، المواطن هو محور اهتمام كل الأجهزة. زي حضرتك متابع السيد الرئيس دائما يؤكد على منظومة حماية المستهلك، ضبط الأسواق، حماية حقوق المستهلكين. هناك استراتيجية دائمة وتعاون تام السيد الدكتور مسلحي وتوجيه تام بالتعاون بين كل الأجهزة اللي ذكرتها لحضرتك في تناغم مستهدف ومصلحة. هي الحملات دي يا سيادة اللي هو بتبقى في القاهرة والجيزة بس، يعني القاهرة كبرى ولا في كل المحافظات؟ لا يا فندم، كل المحافظات كله. حماية المستهلك وصلح حقوقه وضبط الأسواق هي منظومة دولة واستراتيجية دولة تستهدف كل احنا عندنا فروع استحدثناها في محافظات الجمهورية، باقي عدد بسيط جدا إن شاء الله 30/6 تكون مغطي كل المحافظات عندنا. في أسوان، في أسيوط، في الأقصر، في سوهاج، في بني سويف، في المنيا، في الشرقية، في الدقهلية، في البحيرة، اسكندرية، كل الفروع بتعمل في توقيت واحد لمتابعة الأسواق بالتعاون بين كل الأجهزة، وبيتم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية. طب طمني كده يا سيادة اللواء، لو حد عنده بلاغ عن تلاعب في أسعار أو عن هو عايز مثلا يرجع سلعة ما ينفعش، بيتواصل مع الخط الساخن؟ أعتقد إنك زودت الخطوط. إحنا زودنا الخطوط يا فندم وعملنا الخدمة ليلية. مجموعة من الشباب المتميز المؤمن تماما بهذه الرسالة ومؤمن بحق المواطن ان هو يتواصل ويبلغ سواء عن اي ممارسه سلبيه او اي شكوى خاصه او عامه، لان المواطن حتى لو الممارسه دي ما تضروش هو فاكيد بتضر حد اخر طبعا. فهو يعني زي ما بنقول المشاركه المجتمعيه والمسؤوليه المجتمعيه هي جزء مهم جدا في نجاح الجهود المؤسسيه اللي بتقوم بها كل اجهزه الدوله. وعي المواطن اولا، كمان بثقافه الاستهلاك العادل والاستهلاك الرشيد طبعا. اشتري قدر احتياجي، صحيح، حاجه موجوده. يعني داخلين على شهر رمضان المعظم، عدم التكالب على شراء السلع عشان ما تديش فرصه لاي جشع او اي مستغل ان هو يستغل. هو مش تكالب والله يا سياده اللواء، هي الناس بقت تاكل كتير، ما الناس قاعده في البيت فبقت تاكل كتير فاحتياجاتها زادت. اروح لمنطقه مهمه جدا، هو الشكوى تاخد قد ايه يا سياده اللواء ما تجي لك؟ يعني مثلا ما بيرد عليها الفرق اللي عند حضرتك، التحرك بيحصل بعديها بقد ايه؟ بص يا فندم، احنا بنستهدف التحرك الفوري. هناك شكاوي عشان منهج، ده منهج الجهاز في التعامل تماشيا مع توجهات الدوله. التفاعل مع المواطن اول نقطه، ان انا اسمعه صحيح واسمع شكواه. المهم بالنسبه له كمان ان يتم تفاعل سريع في حل شكواه. هناك تنسيق تام مع كل الاطراف الاخرى في المنظومه الاستهلاكيه، كل الشركات سواء سيارات، سلع، خدمات، اتصالات، كل شراء عبر الانترنت الاونلاين، وده كتير جدا في الفتره دي. احنا بنستهدف، هو انتوا شايفين كل ده؟ حتى البيع الالكتروني اللي من خلال المواقع او صفحات كتير مش شايفينها برضه؟ تمام. الحل الفوري هو مستهدفنا. طب لو في طرف الاخر، احنا لازم القانون بيقول لنا لازم نسمع الطرف الاخر. صحيح، الطرف الاخر ده القانون بي لازم اسمعه ويدافع عن نفسه ويقول لو حل الشكوى مباشره تمام، وده اللي احنا بنستهدفه. كان به قال ده سوء استخدام او العيب على العميل او خلافه، بنلجا الى فحص فني. هو اللي ممكن بياخد وقت، لو في تاخير بيبقى بسبب الفحص الفني وبناء على التقرير الفني في السيارات. بنلجا الى كليه هندسه، المتخصصين في هندسه السيارات، هي في السلع والاجهزه الكهربائيه، بنلجا عشان يحكم بين الطرفين، والرقابه الصناعيه. وبالنسبه للاتصالات بنلجا الى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بموجب تقرير فني يؤكد احقيه الشاكي بيتم اتخاذ قرار لصالح الشاكي والزام الشركه يا رد الثمن، يا الاصلاح، يا استبدال الجهاز باخر. كل هذه الاجراءات هي لسه قواعد الاستبدال والترجيع يا سياده اللي هو زي ما هي 14 يوم وشهر والحاجات دي، ولا في تغير حصل؟ 14 القانون الجديد يا فندم، 14 يوم و30 يوم، ده المده اللي زادت في القانون الجديد، 30 يوم اذا شابت سلعه عيب. يعني ليه حق الاسترجاع او الترجيع لاي سلعه في خلال 14 يوم؟ استرجع طبعا، اذا طبعا يعني بس بشرط بقى طبعا ان ما يكونش بهدلها او طبعا غير معالمها طبعا. يعني ممكن اخد سياره وامشي بيها ده طبعا مش الكلام ده 10,000 كيلو في اسبوع تمام، او اعمل حادثه او خلافه، ده جزء الفحص بقى بتاعنا. احنا بنفحص عشان نقدر ندي المواطن حقه. صحيح، لابد ان يكون وفقا للقانون ووفقا للضوابط القانونيه. تمام، والمواطن ده البائع او الشاري. طب اخيرا يا سياده اللواء، انا عايش اطلت عليك بس اديني النموذج. انا عارف ان في مصنع، يعني ده مش معدومين الضمير، ده دول لا ما عندهمش ضمير اصلا، بتاع كفر الشيخ، هو حصل فيه ايه؟ اللي كان بيصنعوا ادويه مخشوشه دول،
هناك حملات رقابيه يا فندم، وانا بكلم حضرتك دلوقتي في حملات في المحافظات. هي. هناك حملات رقابيه من اول امس من 3 ايام كان هناك من ضمن الحملات في علينا الفرع الاقليمي لجهاز حمايه المستهلك في فرع في كفر الشيخ، ومن الفروع المتميزه في مجموعه من الشباب المتميز جدا. هناك تنسيق مع هيئه الرقابه الاداريه مع التفتيش الصيدلي مع الرقابه التموينيه وبحث التموين. هي. تم رصد معلومه بوجود احد المستودعات الكبيره في مدينه بلطيم اللي بيصنع ادويه مغشوشه. يعني تم وللاسف الشخص القائم عليه يعني ليس له علاقه لا بطب ولا بصيدله، هو مؤهل متوسط كمان، وكميه من القوالب الخاصه بتصنيع الحبوب، وبيستغل كمان العبوات الخاصة بشركات من المعروفة الشركات الرسمية اللي موجودة في السوق. طبعا بيدي صبغة بقى قانونية للمنتج. يعني حتى المنتج نفسه فندم يعني ضبط كمية من البودرة اللي بيتم استخدامها بعد ما يحطوا ألوان وخلافه. بيطلع الشريط فيه حبوب. هو انتوا جبتوها ازاي ست اللي هو دي؟ هل من بلاغ كله مغشوش؟ تمام؟ يعني حاجة هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. هذه من احدث الموضوعات اللي تم ضبطها خلال الفتره الماضيه من خلال 3 ايام، وتم اتخاذ اجراءات قانونيه والنيابه عامه امرت بحبس المتهم وطبعا مصادره كل المنتجات دي. تمام يا فندم، هي منتجات مغشوشه يعني، او لو كانت وصلت للسوق فهي هتضر بالمواطنين المستخدمين. صحيح صحيح، بشكرك جدا ست اللواء، بشكرك على مجهودك، بشكرك على وجودك معانا، بشكرك ان انا شخصيا وحال بلدنا بنبعت لك كتير من الشكاوي، بتستجيب معانا دايما. كل الشكر لست اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، كل الشكر للاجهزه الرقابيه الموجوده في الدوله، عشان ماشي هنقول الضمير والناس لازم تبقى واخده بالها والتجار ياخدوا بالهم واحنا في ازمه، بس في ما عندوش، لا يبقى في دوله على طول، يبقى في اجهزه رقابيه تشتغل على طول، يبقى في احكام رادعه زي ما سمعنا كده، يعني غرامات توصل ل 2 مليون جنيه وحبس وكل الاجراءات اللي موجودة. دور حضرتك ايه؟ دور حضرتك ان لو في اي شكوى عندك او في اي بلاغ شايفه قدامك حتى ما يخصك شخصيا تتواصل مع جهاز حماية المستهلك، بيتواصل هو كمان جاء مع الاطراف المعنية، عنده فرق شغالة طول الوقت وبتستجيب فعلا بسرعة جدا وبتتحرك طول الوقت، اعتقد بيشتغل جمعة وسبت كمان حتى في الايام العادية. فانت دورك بقى كمواطن هنا انت تكون ايجابي وتبلغ عن اي حاجة، ما تقولش ما تخصنيش مش تبعي، لا تخصك وتبعك، ده هيعود عليك في الاخر. خلصنا.